ورا بعض واقفين بالألوف عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب طبيعي سنة الحياة ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى واحد رجع والتاني تاب ويا اللي تاب. شوف مين تفرق ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم صح وغلط باطل بحق بيتصدم. شكر الباشا رجل أعمال كبير وله اسمه وسمعته. مسألة إنه يعمل عمل إجرامي بنفسه أو عن طريق أي حد تاني مسألة خطر جدا، تعرض اسمه وسمعته للخطر. بس أنا بقى معتز متأكد إن شكر الباشا هو اللي ورا اللي حصل ده وهفضل وراه لحد ما أجيبه وأثبت عليه. بقى حتة كلب زي ده يقطعها من الشركة بتاعتي ويفتح خزنتي ويسرقني وفي الآخر النيابة تفرج عنه. أنا من الأول ما كنتش مستريح إن السجن يفضل معاك، لكن قلت لنفسي لا يا واد، فتح ده تقيل وعاقل وهيعرف يحافظ على الصندوق ويحطه في نمن عينيه. وانت بس إيه اللي قلقك في الموضوع يا أخت؟ حاسة إن سيد واللي اسمه غنيم اللي معاه ده وراهم يا بنت مصيبة. هو إحنا مش كان في بينا اتفاق إن اللي يوصل لمهر الأول يبلغ التاني؟ البنت مرفت والواد غنيم، لو البوليس قبض عليهم وطرطشوا بالكلام ساعتها رجلنا كلها هتيجي في الموضوع. بالعكس الكلام ده يبقى صح لو فضلنا مخلينهم، لكن بقى لو خرجناهم وحطينا عينينا عليهم وعملنا لهم مراقبه صح هيوصلونا لباقي افراد العصابه، وساعتها نقدر نجيب عليهم ادله عشان لما نقدمهم للنيابه
بنبقى ضامنين ان هتحولهم للجنايات وياخدوا الاحكام اللي يستاهلوها. لا 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 يا بابا، فكرتك وحشه قوي عن طارق. عموما مش مهم، سيب الموضوع ده دلوقتي. برضه مصمم انك ما تجيش معايا المستشفى؟ الموضوع ده ملوش عندي غير تفسير واحد ومنطقي، ان في شخص هو اللي بيحرك العصابه دي. الشخص ده هو اللي بيحدد لهم الاهداف والمهمات اللي يقوموا بيها لصالح ناس تانية، زي موضوع شكري والشيكات. قصدك تقول ان في شخص ورا كل اللي بيحصل ده ماسك كل الخيوط في ايديه وبيحرك الاحداث زي ما هو عايز؟ بالظبط كده. والشخص ده بقى انا متاكد ان هو ولا ماهر ولا غنيم ولا اكرم ولا اي حد من الناس دي، ده حد دماغه كبيره وموزونه. معتز، شكري الباشا يتحط تحت مراقبتنا طول الوقت، مش بعيد يغلط ويوصلنا للحلقه المفقوده ويعمل لنا ربط بقى ما بين موضوع الشيكات والتشكيل العصابي اللي احنا بندور عليه. ساعتها بس شكري هيلبس القضيه وبالقانون، لان لحد دلوقتي مفيش اي دليل يتمسك على شكري وهو في السليم. اعتبر ده حصل، وشكري ده تحت عينينا من اللحظه دي. وانت شريف، تابع لي ميرفت في المستشفى، اول ما حالتها تتحسن وتسمح باستجوابها بلغني على طول. تمام يا فندم. اما انت بقى ساره، عايزك تبعدي عني الصحفيه اللي اسمها مها دي، كفايه اللي حصل. ليه يا فندم؟ وهي عملت ايه؟ مش هي اللي نشرت خبر القبض على ماهر؟ ودي فيها ايه دي يا طارق بيه؟ هي دي حاجة تستخبى يعني ولا ايه؟ كان لازم تستخبى معتز ولو مؤقتا. ماهر لو طلع فعلا واحد من التشكيل العصابي ده، يبقى احنا نبهناهم وقلنا لهم ان واحد فيهم اتقبض عليه. هو ده فعلا اللي حصل يا فندم. واكيد الناس اللي وراه شافوه وهو داخل المديرية. واكيد برضه شاف ان هو ما خرجش. مش عايز كلام كتير يا شريف. أنا مش عايز حد فيكم يدري بأي تصريحات صحفية، وخصوصا اللي اسمها مها دي. الناس دي لو فلتت مننا المرة دي، الله أعلم هنوصل لهم تاني ازاي. فرصة سعيدة يا سيدي. أنا أسعد، مع السلامة. أنا أستنيك. أشوفك إمتى تاني يا ماهر؟ هبقى أعدي عليك. وعد. خلاص، أنا هسيبك تستريح النهاردة، وبكرة هستناك عندي في البيت نتعشى سوا. عشان خاطري يا ماهر. يا ماهر أنا ما صدقت لقيتك. هستناك. عبد العال، ابدا الاشاره. طيب خليكم معايا وتابعوني بالاخبار اول باول. يا معتز، ليلى السعيد وصلتهم هناك، سابتهم ومشت وهم دخلوا المزرعه. والمزرعه دي بتاعت مين؟ لسه ما نعرفش. معتز، انا عايز اعرف المزرعه دي بتاعت مين بالظبط، وايه علاقته بماهر واكرم، وتبعت قوه دعم للناس بتوعنا اللي هناك عشان اي حد يخرج يتابعوه ما يغيبش عنهم لحظه. يعني انت صورتك كانت معاهم من ساعه عمليه البنك؟ ايوه فتحي، بس اطمن، صوره في شيك، مش باين منها اي حاجه. وكده الكلب غنيم هو اللي لف على البت ميرفت عشان خاطر تسرقنا، وبعدين هو من ناحيه تانية حاول يقتلها عشان يكوش على الصندوق لوحده. يا ابن الكلب، هي اللي بنت كلب تستاهل، يا ريته كان شرحها. بس كويس انها ما ماتتش، عشان انا اللي هقتلها بايديا، لازم اشفي غليلي. بقول لك ايه؟ انا مش عايز امور الجنان دي. انت مش هتضيع نفسك وتضيعنا عشان خاطر واحده زي دي.
ناقص المصايب. عايزين اليومين دول كده نهدى ونلم الدور. فتحي البت دي لو فاقت واتكلمت هنروح كلنا في 60 داهية. يبقى مش لازم تتكلم يا دربو. مرفت دي مش لازم تتكلم. النبي يا اختي استني بس. عايزه ايه يا ستي؟ انتي ده امك. انا بس عايزه اطمن عليها. قلت لك الزياره عنها ممنوع. ربنا يكرمك يا حبيبتي، ده هي كل اللي حلتي يا حبيبتي. بس ان شاء الله اطل عليها بس كده من بعيد لبعيد. ريحي قلبي المحروق يا اختي، والنبي ربنا يريح قلبك يا اختي. لا حول الله يا رب. تعالي تعالي يا ستي معايا. يا رب يكرمك يا رب ويخليك يا رب. دي ام المصطبة اللي جوه وجايه تطمن على بنتها. ما انت عارف الزياره ممنوعه والاوامر اللي عندي اني ما دخلش حد. ان شاء الله يخليك يا ابني يا حبيبي. بدخل بس اطل عليها بسرعه واخرج من غير ما حد يحس. ما ينفعش يا ستي ما تجيبيليش الازايه. معلش سيبها هتبص عليها بسرعه وهتخرج بسرعه. ينوبك فيها ثواب بقى كده. طب بسرعه من غير ما حد ياخد باله. يلا يلا خش 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 بسرعه. ميرفت ميرفت ردي عليا يا بنتي، طمنيني يا حبيبي. أنا أمك. كان لك ده كله فين يا حبيبتي يا ضمايا؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب يا رب. سلامتك سلامتك يا أختي من نور الله. الحمد لله يا قدر ولطف. الحمد لله. بكرة يا رب يا رب ترجع حالي يا رب يا رب تشفيها. ربنا ينتقم من المفتل المجرم اللي عملت فيه كده يا حبيبتي. يلا بقى يا ست انت مش اطمنت عليها؟ حاضر يا صراحة انا مش عاوز مشاكل. حاضر يا اخويا حاضر. بركة اللي اطمنت عليك يا حبيبتي. هجيلك كل يوم. يلا هجيلك كل يوم اطمن عليك. يا رب يخليك بالسلامة يا حبيبتي. يلا. شكرا يا اخويا. بسرعة بسرعة. الله يخليك يا اخويا. أي شكري بيه. لا 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 ما فيش ازعاج ولا حاجة، تحت امرك. الحقيقة أنا بكلمك يا سراج بيه عشان أشكرك وأهنيك على عملية الشيكات. عملية نظيفة 100% وما تخرش المية. تشكرني عليها شكر بيه، ده شغلنا. عموما بقيت أتعابك جاهزة معايا. وأنا الشيكات معايا، شوف حضرتك عايز نتقابل إمتى وفين تسلم وتستلم. يعني أنا رأيي إن أنا بلاش أظهر في الصورة اليومين دول عشان ما نعملش شوشرة ونلفت النظر لينا. طيب هو برهان بيه اللي هيستلم برضه؟ لا 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 برهان بيه ايه؟ دي حاجة صغيرة مش عايزين يشغلوا بيها. أنا هبعت لك بقية أتعابك مع السكرتير الخاص بتاعي. اسمه مختار السيد. هيسلمك الفلوس وتسلمه الشيكات. طيب واللي اسمه مختار ده يعني سعادتك واثق فيه؟ مالي إيدك منه؟ أه طبعًا. بقول لك السكرتير الخاص بتاعي يعني دراعي اليمين كأنه أنا بالظبط. خلاص يا باشا. ما دام سعادتك مالي إيدك منه. خليه يعدي عليها بكره في الجاليري يسلم ويستلم. كده يبقى اتفقنا يا سراج بيه. ليلتك فل. الف سلامه يا باشا. سراج بيه ده طلع عقرب نحنت. مش قلت لك ما تقلقش؟ دي بقيت اتعاب سراج. تروح له بكره على الجاليري بتاعه تسلمه الفلوس تستلم منه الشيكات وتجيلي على طول. تمام سعادتك. بالنسبه لعمرو الديب هنتصرف معاه ازاي؟ لا عمرو الديب مش هنتصرف معاه. احنا بعملية الشيكات دي بدأنا نلعب معاه بتكتيك جديد، والتكتيك ده هيوصلنا اللي احنا عايزينه 100%. يلا خد الفلوس وقوم، وبكره تاخد الشيكات وتجيلي فورا. ما تروحش لا كده ولا كده. هيحصل يا باشا بعد اذن سعادتك. اتفضل. الو رانيا ازيك؟ وحشتيني. لقيتك ما بتساليش قلت اسال انا. بقولك ايه، ما تجيلي بكره ناخد كاسين مع بعض في البيت وندردش شويه وتكلميني عن حبيبي عامر الديب. هستناكي بكره يا قط. سلام. ادفع نص عمري واتفرج على عامر الديب دلوقتي.
خفف عليا والنبي يا حاتم. انا مش فاتحه بنك على فكره. معلش انا عارف ان انا بتقل عليكي، بس اعمل ايه؟ انت عارفه انا ماليش في الدنيا دي غيرك انت بس يا جار. كان نفسي انا اللي اقول لك الكلمه دي يا حاتم. ما يكونليش في الدنيا حد غيرك انت. ظهر وسند وراجل يقف جنبي وقت اللزوم. بس يا خساره. يخسى عليك يا كارلا. انا باجي بفوت عليك من وقت للتاني وبطمن عليكي. بعدين يعني يا ستي مفيش فرق بيني وبينك. ما هو البركه نفس فتحي شكله كده متريش وبيعزك. انت ايه يا اخي؟ مش مكسوف من نفسك بالكلام الزفت اللي انت بتقوله ده؟ بطلي عبط بقى. واحده غيرك كانت ظبطت نفسها وظبطتني معاها. وده لا حرام ولا عيب. والغاوي ينقط بطاقيته يا كارلا. ما انا فعلا بطلت عبط وبطلت فتحي خالص وبطل الكلام الوطي اللي انت بتقوله ده عشان بتستفزني. بطلتي فتحي؟ بطلتي فتحي يعني ايه يا كارما؟ ليه يا بنتي كده؟ خساره خساره يا كارما. بقول لك ايه؟ انت مش خدت اللي انت عايزه؟ مش تمشي بقى وتسيبني اشوف حالي؟ انت شكل كده مودك مش رايق والموضوع كبير ومأثر فيكي جامد. بقول لك ايه؟ ما تيجي معايا نروح حفله كده تتبسطي فيها وتغيري المود اللي انت فيه ده. حفله ايه بس يا حاتم؟ انا فايقه للهبل ده. حفلة حلوة في مكان ظريف مع ناس أصحابي. والله هناك هتتبسطي قوي وتنسي كل همومك دي. أنسى همومي؟ آه تنسي همومي، ترجعي كارما الحلوة بتاعت زمان. صدقيني يا كارما ده أنا أخوكي وما يهمنيش غير مصلحتك. أنا موافقة بس بشرط. تأمري؟ ما تجيبليش سيرة اللي اسمه فتحي ده تاني، عشان لو ده حصل هسيبك وامشي ومش هخرج معاك تاني. بس كده؟ ده انت اي كلمة تقوليها لي اوامر. بعدين يعني هو اللي خلق سي فتحي ده ما خلقش غيره؟ ها؟ انا قلت ايه يا حاتم؟ خلاص خلاص اهدي انت بس. بعدين انت 100,000 واحد يتمنى لك الرضا ترضي يا عبيطة. ممكن تقومي بقى تلبسي عشان احنا اتأخرنا. يلا بقى يا كرم. يلا مش هتندمي والله. تقل معادك كده. اديني قاعد يا فتحي. عايزني اعمل ايه يعني؟ خش نام. ريح دماغك يا فتحي. انا ما عاوز انام هنام. طيب. انا هروح مشوار في السريع كده وارجع على طول. رايح فين؟ رايح مشوار بسرعة كده وهرجع. مشوار ايه يعني؟ مالكش فيه يا أكرم. ايه مالك؟ في ايه؟ بص يا فتحي، انت قلت لي ان انت اللي هتتصرف مع ميرفت بطريقتك، صح؟ بس انا بترجاك ورحمة أمك يا شيخ تسيب لنا الحكاية دي. لازم أنا اللي انتقم منها بإيدي يا فتحي. بإيدي يا فتحي. بإيدي يا فتحي.
انسى حكاية نرفت دي خالص وكفاية اللي حصل لحد كده. سمعني، كفاية اللي حصل لحد كده. مش ارتاح يا فتح، لازم اقتلها الاول ومحدش هيقدر يمنعني. محدش هيمنعني يا فتح. سامعني يا فتحي؟ هتموت يا ميرفت، والله العظيم هتموت يا ميرفت، هتموت يا ميرفت، هتموت يا ميرفت. اطلع ورا بسرعة. يعني سارة طلعت اجدع منك وقبلت اعتذارك؟ والله يا فندم انا الحمد لله ان انا عرفت طيب خاطرها. المهم بس حضرتك وسلمان بيه ما تكونوش واخدين فكره وحشه عني، يعني غصب عني صدقني. ده صاحبه الشأن سامحتك، احنا مش هنسامحك. انسى يا شريف، انسى وركز في شغلك. حاضر يا فندم، هنسى وهعتبرها صفحه واتقفلت خلاص. طب انا في موضوع بره الشغل كنت عايز اتكلم معاك فيه. خير يا فندم مقر. واضح ان الست والدتك كانت حاطه عينها على سارة. والدتي؟ يعني ايه حاطه عينها على سارة يا فندم؟ جرى يا شريف؟ ده انا بقول عليك بتفهمه وهي طايره، مش عارف يعني ايه حاطه عينيها عليها؟ لا يعني بس بصراحه يا فندم انا مش حاطط الموضوع ده في دماغي خالص يعني دلوقتي، ومش عارف كمان ازاي والدتي فكرت في حاجه زي كده. ما تفكرش ليه؟ على فكره سارة بنت عيله. من ناحيه هايله فهي هايله يا فندم، بس بصراحه المشكله عندي انا، يعني ما بفكرش في الجواز دلوقتي. حضرتك فاهم بقى يعني الخنقه اهو. على فكره كلنا كنا بنقول كده في الاول لحد ما رجلنا جت. وبعدين صدقني وجود ساره في حياتك هيظبط لك حياتك جدا. والله يا فندم بقى انا سايبها على الله، ربنا يعمل اللي فيه الخير. بس بعد اذنك كان عندي استفسار بسيط كده. خير؟ انا مستغربك قوي يا فندم. مستغربني فيه؟ يعني أول مرة نتكلم في موضوع بره الشغل ولقيت حضرتك يعني فاكك كده ولذيذ شبهنا. يعني إيه لذيذ دي يا حضرة الظابط؟ لا اوعى تتعود على كده، مفهوم؟ حاضر يا فندم، تحت أمرك. إيه؟ هنضيع يومنا في رغي ولا إيه؟ قومي يا حضرة الظابط شوف وراك إيه. حاضر يا فندم. خير يا معتزم؟ الهدف اتحرك من المزرعة. راح فين؟ معرفش لسه. كارما اختي تخسى عليك يا حتون، لا حد يبقى عنده اخت زي القمر كده بيخبيه عند اصحابه حبايبه. انت عارف يا فيري الحاجات الحلوه دي ما بتطلعش الا في اوقات اللزوم، بعدين اصل كارما ملهاش في السهر قوي. هي الحياه حلوه ولا بقى لها طعم من غير سهر؟ تعالى يا كارما، تعالى اقعدي جنبي. اقعدي يا كارما اقعدي، ده فريد ده زي اخويا واجدع واحد في الشله كلها. اقعدي اقعدي حبيبي يا حتوم يا رافع معنوياتي. حبيبي انت يا فيري يا مظبطنا. تشربي ايه؟ اجيب لك ويسكي ولا بيره؟ اجيب لك وايت. لا ميرسي قوي، اصلي ماليش في الشرب. لا لا ما ينفعش. حتوم ما تقول حاجه لاختك. في ايه يا كارما؟ احنا مش قلنا هنكبر دماغنا ونعديها النهارده عشان نطلع بره المود الوحش ده؟ بعدين يا ستي ما تقلقيش، فريد شايل الليله النهارده. مش تعرفي برضو ان في ناس جدعان غير اصحابك. اجيب لك بقى شويه رضوان عشان يشعروا الدماغ. ماشي ممكن متر.
ازازة ريد وايل لو سمحت. ايه يا حتوم انت هتفضل قاعد كده؟ ما تيجي نرقص. بس كده يلا بينا. استنوا خدوني معاكم. حصلونا بقى عشان السهرة تحلى. ايه رأيك؟ تحبي ترقصي؟ لا معلش انا ماليش في الرقص خالص. مالكيش في السهر، مالكيش في الشرب، وكمان الرقص، ومالكي في ايه بالظبط؟ بينج بونج؟ معلش بقى انا شكلي ماليش في اي حاجة خالص. ليه في الفرجة بس. ومال؟ شكرا. نخليها النهاردة فرجة. لكن من بكرة بقى لازم تشاركي. كل طلباتك حبيبتي هتلاقيها. اتفضل. تشيز. على فكره انا كل اصحابي مسميني فريد الساحر. لا بجد؟ عشان خاطر كل احلامهم وطلباتهم بيلاقوها عندي. يعني انت كل طلباتك هتلاقيها عندي من غير ما تقولي. اشربي بس. اشرب. اشرب يا كابتن. الو؟ حاضر حاضر. وخد كل اللي عيلتها وكان عايز يقتلها. اي حرف زياده
هعرف اوصل لك زي ما وصلت لك دلوقتي، وهخلص عليكي. ساعتها تبقي انت الغني على نفسك، والنصايح اللي كنت بنصحها لك زمان وما سمعتهاش ياريت تسمعيها دلوقتي. وبلاش ديلك النجس يلعب عشان ما تأذيش نفسك وتأذينا معاكي، وخلي الموضوع يعدي. انت من سكة واحنا من سكة، وربنا يكفيك شرنا. اما بالنسبة لأكرم فانا هخليه يطلقك وينضف منك، ده آخر كلام عندي. وأي كلام تاني هتدفعي تمنه من دمك يا حلوة. وبعد ما تفوقي كده وتقفي على رجليكي، ياريت ما تبصيش وراكي وتحمدي ربنا على نعمة النسيان. فهماني؟ اثبت مكانك وارفع ايديك لفوق اشوفها. خير يا باشا؟ في ايه؟ اقفل بقك يالا، ما تفتحوش غير لما الباشا يسالك. سامع؟ عينيا، بس مش هفهم الاول في ايه؟ في انك متهم بالشروع في قتل ميرفت السيد. انا قتل ميرفت؟ طب ليه؟ عشان ما تتكلمش يا خفيف وتقول كل اللي تعرفه عنكم. لا يا باشا، سيادتك فاهم الموضوع غلط. فتحي اخو اكرم جوزي كان جاي عشان يطمن عليا ويبلغني ان اكرم هيطلقني بعد اللي حصل مني، وطلب مني ابعد عن اكرم خالص بعد اللي انا عملته عشان ما يتهورش. يعني فتحي لا كان هيأذيني ولا حتى بيهددني. شفت يا باشا؟ أديك ظلمتني وحضرتك طلعت غلطان. أنت اسمك فتحي، أخو أكرم زيدان. أيوة باشا، أنا فتحي زيدان. تعرف غنيم منين يا فتحي؟ فتحي وأكرم ما يعرفوش غنيم ده خالص يا باشا. أنا اللي أعرفه من أيام ما كنت شغالة في الكباريات. الله يجازيه بقى، لعب بعقلي. وأنا كنت بتخانق مع أكرم بينا خلافات ومشاكل، قلت هو ده اللي هينجدني من اللي أنا فيه. سبت بيتي وهربت معاه، بس غدر بيا وسرق ذهبي وتحويشة عمري وحاول يقتلني. وغنيم ده وصلت له ازاي يا بت؟ وصلتي لغنيم ازاي؟ هو معاه رقم تليفوني يا باشا، كان بيتصل بيا من وقت للتاني ويحاول يرجع الود القديم، خصوصا انه عارف اني مش مرتاحه مع اكرم، واستنى على الودان امر من السحر يا باشا. في ساعه شيطان اتفقت مع اني اهرب واسيب البيت، وحصل اللي حصل. ميرفت، انا عايزك تقولي كل حاجه، قولي الحقيقه، ما تخافيش من اي حد ولا اي تهديد، وانا معاكي وهحميكي، مش هسيبك. It's all.
منهي وخلصان وفيه الكسبان وفيه الخسران بس الموازين مقلوب على طول والبني ادمين مش بالمعدول داخلين في رمضان منهي وخلصان فيه الكسبان وفيه الخسران بس الموازين مقلوب على طول والبني ادمين مش مش لاقين جوكر ولا داخلين في مزاد بالنية سواد وفي نية بياض واللي بيصطاد بكرة هيتصاد ما تخافش